مستني ايه؟ اجري بسرعة. قول كلمة السر. مش فاكر انهي واحدة. انهي اللي الملك رمسيس التاني قالها لك؟ مش فاكر. اترو مش شغالة. لازم تقولها صح يا يحيى. بسرعة اترو. يحيى كنت فين يا يحيى؟ انا كنت بتفرج على الموكب من قريب. وازاي تعمل كده من غير ما تقول لنا؟ انا انت غلطان يا يحيى، ولينا حساب بكره في المدرسه. انا اسف يا استاذ عصام. اتفضلي والله على الاتوبيس، اليوم خلص. ما تزعلش نفسك يا استاذ، هم اولادي اليومين دول كده عشقية ومتعبين. انا ما زعلتش منه يا عم حسني، انا خفت يكون حصل له حاجه. هيحصل له ايه بس يا مستر؟ الولاد في الايام دي اذكياء وعفاريت، دول بيفهموا في الحاجات الجديده اللي بيسموها السوشيال ميديا اكتر مننا. طبيعي يا عم حسني، اي جيل جديد بيقدر يفهم ويستوعب التطور بسرعه عن باقي الاجيال اللي قبله. بس برضه لازم تعرف هو كان فين ولازم تعاقبه. اقول لك